مساء الخير يا شباب. دي لكتشر 10 بورت 1، هنشرح فيها تشابتر 3 بيتكلم على accounting for cost flow. بالنسبة للتشابتر ده احنا هنسمع الشرح ونفهمه كويس ونحل بس just 1 او 2 problems هنحددهم مع بعض، ومش محتاجين اكتر من كده. التشابتر ده هو نفس إعادة الـ cost statements، cost of goods manufactured، cost of goods sold statement، بس في صورة journal entries، debit وcredit. يعني الشركة بتسجل الـ transactions إزاي اللي related للـ cost. طبعا عندي cost elements بنسجلها في الـ journal بتاعتنا عشان نستخلص منها المعلومات بتاعت التكلفة بتاعت المنتج وتكلفة البضاعة المباعة، ومنها المكسب والخسارة زي ما انتوا عارفين. طيب قبل ما ابدا بس الشابتر ده، طبعا هنفتكر مع بعض سريعا كده الديبت والكريدت. كل الاسيتس بتزيد ديبت وتقل كريدت، كل اللايبيليتي بتزيد كريدت وتقل ديبت. اكيد انتوا عارفين الكلام ده، مش محتاجين ان انا اقوله لكم. طيب الكوست فلو زي في اي مانيفاكتشرنج كومباني، عندي مصنع بصرف على الوركينج بروسيس بتاعته دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفرهيد، علشان البضاعة اللي تتصنع تبقى اسمها finished goods، واللي تتباع تبقى اسمها cost of goods sold. ده اسمه cost flow. عندي ثلاثة inventory: material, work in process and finished goods. اي inventory في الدنيا بيزيد debit ويقل credit. اتفقنا؟ تعالوا نتكلم اول حاجة على الماتيريالز. direct material، الماتيريال المواد الخام اللي بنشتريها علشان نصنع. افترض ان انا اشتريت raw materials ب100,000. ازاي نعمل ريكوردنج لبيرتشيس اوف رو ماتيريالز ب100,000 دولار؟ للماتيريالز، خليني اقول ماتيريالز، ماشي، اون كريدت بقى او كاش مش فارقه، عادي جدا مفيش اي مشكله. يعني دي ده الديبت وده الكريدت. هاجي اقول ماتيريال انفنتوري هو اللي زاد، واللي قل ايه؟ الكاش لو انا دفعت كاش، او اللي زاد اللايبيليتي اللي عليا لو كان اون ايه؟ اون اكاونت. بكام؟ ب100,000. ماشي. الرو ماتيريالز دي انا جايبها ليه؟ عشان استخدمها. يبقى الماتيريال اللي هستخدمها هتتصرف ايه؟ على الوركينج ايه؟ ان بروسيس. طيب خلي بالكم من حاجه، الرو ماتيريالز الدايركت بتتصرف على الوركينج بروسيس، الدايركت ليبر بيتصرف على الوركينج بروسيس. طب المانيفاكتشرنج اوفر هيد، يعني الاندايركت ماتيريال والاندايركت ليبر والاذر مانيفاكتشرنج كوست، مش هينفع اقول ان انا صرفت اندايركت ماتيريال على الويب، اندايركت ليبر على الويب. لا، انا هجمع كل الاذر او الاندايركت كوست واجمعها احملها على طول على الوركينج ايه بروسيس، مش ستيب باي ستيب. مش فاهم؟ بصوا كده، هنا هنكتب الماتيريالز يوزد ان برودكشن. لو جه قال لي ان الدايركت ماتيريال يوزد كانت 60,000 والاندايركت ماتيريالز كانت 5,000، كده الرو ماتيريال انفنتوري او الماتيريال، انا اسف، ماتيريال انفنتوري هيقل بكام؟ 65,000. يبقى هنا ايه؟ ماتيريالز انفنتوري هيقل ب 65,000، منهم 60 دايركت و 5,000 اندايركت. الدايركت هتروح فين والاندايركت هتروح فين؟ الدايركت هتزود تكلفه الوركينج بروسيس انفنتوري، فبقول ان الانفنتوري بتاع الماتيريال قل وزاد تكلفه حاجه تانية اسمها وركينج بروسيس. لان انت بتيجي تقول انا صرفت ايه على الوركينج بروسيس عشان يبقى فينش جود، صرفت عليه دايركت ماتيريال، صرفت عليه دايركت ليبر، صرفت عليه مانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى ايه اللي هيحصل لما استخدم الماتيريال؟ تكلفتها هتقل من الماتيريال وهتزود تكلفه حاجه تانية. ايه هي تكلفه الحاجه التانية اللي هتزيد؟ اليونتس اللي انا بصنعها اللي هي لسه ستيل ان كومبليتد يونتس. يبقى الوركينج بروسيس انفنتوري هيزيد وتكلفه الرو ماتيريال هتقل، المخزون بتاع الماتيريال هيقل. طب ال 5000 الاندايركت ماتيريالز، ال 5000 الاندايركت ماتيريال، قال لي لا استنى بقى، ال 5000 دول هنقول ان احنا صرفناهم على المانيفاكتشرنج اوفر هيد، مانيفاكتشرنج
اوفر هيد. ليه؟ لحد ما تجمع الاوفر هيد كله وبعدين جمعه وحمله على الوركن ايه ان بروسيس. انما مش كل مصاريف صغيره تقعد تحملها على الوركن بروسيس، لا جمعه لحد ما يبقى بالك اماونت وبعدين يبقى ويل بي تشارجد على الوركن ايه ان بروسيس. اتفقنا؟ يبقى تاني لما اجي اشتري ماتيريالز هقول ايه؟ هقول ماتيريال واكونتس بيبل او ماتيريال وكاش. طب لما نيجي نستخدم الماتيريال يبقى الماتيريال انفنتوري هيقل واللي هيزيد الورك ان بروسيس، صح؟ لو كانت دايركت ماتيريال، لو ان دايركت هحملها على تكلفه المانيفاكتشرنج اوفر هيد. صعب الكلام؟ طيب الكلام ده سهل ان انا الماتيريال انفنتوري اعملها تي اكونت. تي اكونت ده ديبت وده كريدت. هنا الماتيريال ده البيجيننج بالانس، هنا مثلا كان بزيرو، وهنا البيرتشس المشتريات 100,000، وهنا اليوزد استخدمت قد ايه دايركت؟ استخدمت دايركت ماتيريال 60,000 حملتها على الوركينج بروسيس، واستخدمت ان دايركت قد ايه؟ 5,000 حملتها على المانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى الاندنج رو ماتيريالز قد ايه؟ ما هو التوتال 100,000، هفترض ان انا احط التوتال هنا وهنا عشان اجيب البالانس. يبقى الاندنج قد ايه؟ 65 ناقص 100 يبقى كام؟ 35,000 اندنج رو ماتيريالز. دي بالظبط زي اني ستيتمنت، زي بتاعه الدايركت ماتيريال يوزد. لو تفتكر البيجيننج رو ماتيريال بلس البيرتشس ماينس الاندنج رو ماتيريال يديني الدايركت ماتيريال يوزد لو تفتكروا، بس عاملينها في صوره تي اكاونت. اتفقنا؟ طيب يبقى تاني اول حاجه هنتكلم على الكوست اليمنتس، بس نتكلم عليها ايه في صوره كوست فلو. فلما نتكلم على الماتيريال هقول ماتيريال وكاش او ماتيريال واكونتس بيل. لو دايركت ماتيريال بيرتشس، طب لو استخدمتها على حسب هي دايركت ولا ان دايركت. لو دايركت هتتحمل على الوركينج بروسيس، لو ان دايركت هتتحمل على المانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب الليبر نفس الكلام، الليبر كوست الدايركت ليبر كوست عندي كانت 30,000، الان دايركت ليبر كانت 8,000. ازاي ده احمله او اعمله جورنال انتري؟ عادي مفيش مشكلة، دابت كريدت. انا بدفع كام؟ يعني انا دفعت كام للعمالة او المفروض ادفع كام؟ 38,000. 38,000 يا اما هتدفعهم كاش او هتكتب payroll payable. payroll payable كأنها liability لسه هتدفع، ماشي؟ او كاش. طيب الدايركت ليبر كوست والاندايركت ليبر كوست مش دي تكاليف؟ تكاليف انتاج، تمام؟ يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ هقول ان انا صرفت ليبر كوست، صرفتها فين؟ على الوركينج بروسيس عشان اصنع. طب وصرفت اندايركت ليبر كوست فين؟ على المانيفاكتشرنج اوفر هيد، لحد ما اجمع كل المانيفاكتشرنج اوفر هيد وحمله على الوركينج بروسيس. يبقى انتوا اللي هتقولوا لي بقى ال 30,000 دي هتتسجل فين؟ تكلفتها راحت فين؟ هتزود تكلفه ايه؟ تمام، الله ينور، هتزود تكلفه الوركينج بروسيس انفنتوري. يبقى كده الوركينج بروسيس زاد بتكلفه ايه؟ زاد بتكلفه الماتيريال وزاد بتكلفه الليبر. ماشي. طيب ال 8,000 اللي هي الاندايركت ليبر دي هحملها على ايه؟ هحملها على المانيفاكتشرنج اوفر هيد. هحملها على ايه يا شباب؟ المانيفاكتشرنج اوفر هيد. تمام. طيب تعالوا نتكلم على الاذر اوفر هيد اكسبنسز. انتوا عارفين الاذر اوفر هيد زي ايه؟ زي الرنت بتاع المصنع، الانشورنس، طبعا اذر مانيفاكتشرنج اوفر هيد، ها مانيفاكتشرنج اوفر هيد، الرنت، الانشورنس، اليوتيليتيز، الباور، الديبريشيشن اند سو اون. فالاذر اوفر هيد كانت اهي الاذر مانيفاكتشرنج اوفر هيد كانت 9,000 اند الديبريشيشن اكسبنس كان 1,000. طيب ازاي نسجل ده؟ سهل جدا، مش دي اوفر هيد اكسبنسز؟ اه 9,000 جنيه دول يا اما اتدفعوا يا اما اون اكاونت. فا اون اكاونت هنسميها
various payable او accrued liability، يعني كانها ايه liabilities علينا او cash. ايه ده؟ لا بس انت قلت ان الاذر اوفر هيد اكسبنسز دي 10,000 9,000 هيتحملوا على المانيفاكتشرنج اوفر هيد، لان المانيفاكتشرنج اوفر هيد كده انكلودد بايه؟ بالاندايركت ماتيريال والاندايركت ليبر والاذر اوفر هيد 10,000. طب فين ال 1000؟ ما كتبتش ليه ال 1000 دي كاش او اكونتس بيبل او فاريس بيبل زي ما انت قلت. نرجع ونفتكر سنه اولى، هو الديبريشيشن بيدفع كاش ولا بتكتب اكيوميليتد ديبريشيشن؟ كنا بنكتب ديبريشيشن اكسبنس واكيوميليتد ديبريشيشن. هنا الديبريشيشن اكسبنس بقى ضمن تكاليف المانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى كده المانيفاكتشرنج اوفر هيد بقى فيها ايه؟ بقى فيها 1 2 3، بقى فيها الاندايركت ماتيريالز، بقى فيها الاندايركت ليبر، بقى فيها الاذر اوفر هيد اكسبنسز. اندايركت ماتيريال نرجع لها تاني 5,000، اندايركت ليبر ب 8,000، اذر اوفر هيد اكسبنسز بكام؟ ب 10,000. يبقى المانيفاكتشرنج اوفر هيد 5 و8 18 و5 23,000. فاضل نعمل ايه بقى؟ ستيب نمبر 5، ان انا هعمل ايه؟ هعمل تشارج للاوفر للمانيفاكتشرنج اوفر هيد اكسبنسز تو الورك ان بروسيس. فانت جيت قلت ان الورك ان بروسيس صرف دايركت ماتيريال ودايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب قولوا لي كده جميع المانيفاكتشرنج اوفر هيد بقت كام؟ بقت 23. نعمل ايه بقى؟ نعمل كلوزنج للمانيفاكتشرنج اوفر هيد. يعني ايه كلوزنج؟ يعني هي اكسبنس متسجله في الديبت، نجيبها كريدت. ايه ده؟ نجيبها كريدت. امال اللي هيبقى ديبت ال 23,000 دول ايه؟ تمام، برافو عليك. وهقول ان انا صرفتهم على الورك ان بروسيس انفنتوري. تمام، برافو عليكم. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ ده معناه ان الورك ان بروسيس انفنتوري بقى صارف ايه؟ بقى صارف دايركت ماتيريال ودايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد. مانيفاكتشرنج اوفر هيد 23,000، دايركت ليبر 30,000، دايركت ماتيريال 60,000. يبقى توتال كام؟ ها 90 و20 كام؟ 110، 113,000. ايه ده؟ مش دي كانت الكرنت مانيفاكتشرنج كوستس؟ هي مفيش اي جديد. طب البيجيننج ويب بزيرو، الاندنج ويب بزيرو. حلو الكلام. يبقى الويب يبقى ده هو كوست اوف جودز مانيفاكتشر. يبقى البضاعه دي هتروح على تتشال من المصنع وتروح على المخزن. يبقى الفينيش جودز انفنتوري هو اللي هيزيد ب 113، والوركينج بروسيس انفنتوري هو اللي هيقل، لان بقت تكلفه ايه؟ بضاعه مصنعه تمت الصنع خلاص، كومبليتد يونتس ريدي فور سيل، ما بقتش وركينج بروسيس 113. طب لو كانت هي نفس المساله بس قايل لك ان البيجيننج وركينج بروسيس كان ب 2000 والاندنج وركينج بروسيس كان ب 5000، في الحاله دي لا، الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد مش 113. ليه؟ انتوا اللي هتقولوا لي. لان البيجيننج ويب بلس الكرنت مانيفاكتشرنج كوست، بيجيننج ويب ب 2، كرنت مانيفاكتشرنج كوست 113، يبقى ده ايه؟ 115. اسمها ايه؟ توتال كوست ات ورك ان بروسيس ماينس الاندنج ويب ب 5. فاهمين الفكره؟ هي نفس الستيتمنت بس في صوره جورنال انتريز. يبقى ال 110 دي هي اللي كوست اوف جودز ايه؟ مانيفاكتشرد. طيب
وهكذا بقى نقعد نغير في البيجيننج اندنج ويب. ما قالش يبقى خلاص هي بزيرو، يبقى الكرنت مانيفاكتشرنج كوست هي هي كوست اوف جودز مانيفاكتشر. هل الكلام ده ينفع نعمله في تي اكونت؟ اه عادي جدا، مش ده الوركين بروسيس؟ انفنتوري بيزيد ديبت ويقل كريدت. هنا البيجيننج ويب هدي عن نفس الاكزامبل ب 2000، الكرنت مانيفاكتشرنج كوست اللي هي كانت ايه؟ دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد، كام وكام وكام؟ 60,000، 30,000، 23,000، يبقى توتال كام؟ 115. هي بس في صورة تي اكاونت ديبت وكريدت. الاندنج ويب بكام؟ ب 5,000. يبقى الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد اللي هي بقت فينيش جودز بكام؟ ب 110. يعني الويب قل والتكلفة دي بقت ايه؟ بقت فينيش ايه؟ بقت فينيش جودز. طيب يبقى احنا كده ايه؟ نمشي ستيبس تاني. اول حاجة اشتريت رو ماتيريالز، هاي تعالوا ده فيو، اشتريت رو ماتيريال فبسجل بيرتشس وكاش او اكاونتس بايبل، استخدمتها. طب استخدمت الماتيريال، لو الماتيريال دي كانت دايركت يبقى هتروح على تكلفة ايه؟ هتزود تكلفة الوركينج بروسيس، لو ان دايركت هتزود تكلفة المانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب الليبر، الليبر كوست، الليبر كوست دايركت ولا ان دايركت؟ لو دايركت هتزود تكلفة الوركينج بروسيس، لو ان دايركت هتزود تكلفة المانيفاكتشرنج اوفر هيد، كاش او بايرول بايبل. الاذر اوفر هيد اكسبنس زي الرنت والانشورنس كله ينفع اقول عليه بايبل او كاش، الا الديبريشن بكتبه اكيوميليتد ايه؟ ديبريشن، بقول ان هو بيزود تكلفه المانيفاكتشرنج اوفر هيد. كده المانيفاكتشرنج اوفر هيد خلصت وجمعتها كلها، سواء ان دايركت ماتيريال، ان دايركت ليبر او اذر اوفر هيد. تعالوا نعمل تشارج للمانيفاكتشرنج اوفر هيد كوستس للوركينج بروسيس، يبقى تكلفه ايه اللي هتزيد؟ الوركينج بروسيس. تكلفه ايه اللي هتقل؟ المانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب الكوست، الكوستنج سيستم ده اسمه نورمال كوستنج. طيب ولا اكتوال كوستنج؟ ده اسمه اكتوال كوستنج. طب هل ده اللي بيستخدم؟ لا، انا ما بحملش الوركينج بروسيس بالمانيفاكتشرنج اوفر هيد. ليه؟ لان المانيفاكتشرنج اوفر هيد ما بعرفهاش غير اخر السنه. ايه ده يعني؟ ده غلط؟ مش غلط، بس بعد كده هنعرف ان الوركينج بروسيس بيبقى تشارجد باكسبكتد اوفر هيد مش باكتوال اوفر هيد. لان انا لما جيت قلت لك هل تقدر تحدد الفاتوره بتاعه الكهرباء بتاعتكم اول السنه، قلت لي لا، يبقى احنا لازم نحدد التكلفه بتاعه المنتج فبنتوقع الاوفر هيد. تمام، وهنتكلم ازاي بنتوقع الاوفر هيد في الشابتر بتاع الاوفر هيد. بس مبدئيا وبعدين بنيجي نشوف الفرق، او الفرق ما بين الاكتوال والاكسبكتد ونقفله. مثلا كان في فرق، انا حملت الوركينج بروسيس باوفر هيد مثلا 1000 و 10000 والمفروض تبقى 11000، يبقى برجع ازود الكوست اوف جود سولد مثلا ب 1000 اللي هو الفرق ما بين التكلفه اللي انا كان المفروض احملها، او العكس ان انا ارجع اقللها. هنشوف الموضوع ده عشان ما ندخلش في متاهات. المهم حملت الاوفر هيد الوركينج بروسيس بتكلفه الاوفر هيد. تمام، يلا بقى اللي هنتجه هيتحول يبقى فينيش جودز، وايه اللي هيقل؟ الوركينج بروسيس. فباجي اقول ايه؟ انا صرفت ايه على الوركينج بروسيس؟ دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى تكلفه الفينيش جودز انفنتوري هتزيد وتكلفه الوركينج بروسيس هتقل. طيب اعرف ازاي الرقم بتاع الفينيش جودز؟ وي ويل تيك انتو كونسيدريشن البيجيننج واندنج وركينج بروسيس. لو بزيرو يبقى الكرنت مانيفاكتشرنج كوست هي هي الكوست اوف جودز مانيفاكتشر. لو مديني البيجيننج ويب واندنج ويب باخدهم في اعتباري علشان اطلع الكوست اوف فينيش جودز او كوست اوف جودز مانيفاكتشرد، وده في شكل تي اكاونت. هنا بيبقى البيجيننج، وهنا يبقى لان ده انفنتوري بيزيد ديبت ويقل كريدت، وهنا الكرنت مانيفاكتشرنج كوست، دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد. هنا اللي بيتبقى الاندنج ويب اللي انا ما بستخدموش، الفرق يبقى ده الكوست اوف جودز فينيشد او كومبليتد. طيب قولوا لي اليونتس رقم كام دي؟ 5 6 7. اليونتس ترانسفيرد فروم
finished goods to cost of goods sold اللي هي اليونت سولد يعني. ماشي. طيب انت قلت في الاكزامبل اللي فات بافتراض ان مفيش beginning او ending اف جي ان cost of goods من ولا خلينا في الاكزامبل التاني البيجيننج اف جي البيجيننج ويب بكذا والاندنج ويب يبقى كوست اوف جودز مانيفاكتشرد 110. طيب هل انا بعت بضاعه ب 110 لو البضاعه دي اتباعت يبقى ايه اللي هيزيد؟ الكوست اوف جودز سولد. وايه اللي هيقل؟ الفينش جودز انفنتوري. طب اجيب ازاي كوست اوف جودز سولد؟ سهله جدا. البيجيننج اف جي بلس البرودكشن اللي هي كوست اوف جودز مانيفاكتشرد يديني cost available for sale minus ال ending finished goods هوصل لل cost of goods sold. فهنا ال cost of goods manufactured 110 ال beginning FG مثلا 15,000 مثلا يبقى 125,000 ده ال available for sale 5,000 ending طبعا ده وده given given يبقى cost of goods sold 120. طب لو كان ده بزيرو وده بزيرو يبقى cost of goods manufactured هي هي cost of goods sold. يبقى البضاعة دي تكلفتها 100 وكام؟ 120. 120 يبقى اتحولت بقت cost of goods ايه؟ sold واللي قل الفينش ايه؟ فينش جودز انفنتوري. لو انا كنت بعتها بسيلز ريكوردنج السيلز لو انا كنت بعتها ب 150 يبقى 150,000 اون اكونت يلا هتسجلوا ايه؟ تمام برافو عليكم اكونت ريسيفبل وسيلز. طيب عندي ماركتنج اند ادمنستريشن اكسبنس 30,000 اون اكونت هتسجلهم ايه؟ هسجلهم ماركتنج اند ادمنستريشن او سيلينج اند ادمنستريشن اكسبنس وكاش او اكونتس بيبل عادي جدا مفيش اي مشكله. يبقى اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ اسمه كوست فلو. اسمه كوست ايه؟ اسمه كوست فلو. تمام. طيب تعالوا نشوف مسائل على الموضوع ده. طبعا هنا ايه الشرح بتاعنا زي ما شرحنا كده بالظبط لو انت مشيت ستابس. وانا هنزل لكم برضو الورق اللي انا كتبته ده عشان لو عوزت ترجع له بس الخط بتاعه وحش لو حد يكتبه بخط حلو شوية. هنحل عليه example 1 و example او review problem 1 طيب هما 6 7 ريفيو بروبلمز 8 انا بشوف بس المسائل 8 ريفيو بروبلمز احنا مش هنحتاج المسائل اللي هي من بيج 102 مش محتاجينها لحد 100 وكام لحد 106 مش محتاجين المسائل احنا هناخد بس المسائل اللي محلوله هنا اللي هما التمانية ريفيو بروبلمز دول ودكتور محمد شعبان هيحلهم معاكم ان شاء الله في السكشن تمام اللي هم التمن مسائل دول ممكن يعني تكتفوا بثلاث مسائل اربعة على حسب الفكرة تكون وصلت يعني انا عايز الفكرة بس توصل لكم تمام. طيب التمن مسائل دول بس هنكنسل بس ريفيو بروبلم 5. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض مديني المسألة دي ريفيو بروبلم 1 بيج 79
هنزل لكم الاوتلاين اللي انا كتبته ده بخط ايدي، ويا ريت لو حد بس شاطر او خطه حلو ينزل المحاضرة دي مكتوبة. دي لكتشر 10 بارت 1. لكتشر 10 بارت ايه؟ بارت 1. بيقول لي البيجيننج ويب 8000، دايركت ماتيريال 35000، فاكتوري سبلايز 6000، بيرتشيز اون اكاونت. فاكتوري سبلايز اللي هي الاندايركت ماتيريال، ماتيريال اند سبلايز، يبقى انا اشتريت ماتيريالز بكام؟ 35.6 41000، وكاش او اكاونتس بيبل. دايركت ماتيريال يوز 29 والسبلايز 3. الدايركت ماتيريال بتستخدم في ايه والاندايركت؟ تمام، يبقى الدايركت ماتيريال هتزود تكلفه الورك ان بروسيس، والاندايركت هتزود تكلفه المانيفاكتشرنج اوفر هيد. الليبر كوست 21000 دايركت و7000 اندايركت. الليبر كوست الدايركت بتروح فين؟ تمام، ورك ان بروسيس، والاندايركت بتروح مانيفاكتشرنج اوفر هيد. الاذر اوفر هيد عندي ديبريشيشن يوتيليتي ميسيلينيس، ميسيلينيس يعني مصاريف متنوعه، 1005 و800، يبقى كام؟ 6800. 6800 هنقول ايه؟ ان دول مانيفاكتشرنج اوفر هيد. وبعد كده مانيفاكتشرنج اوفر هيد اكونتس بيبل او فيري بيبل ما عدا الديبريشيشن، بيتكتب اكيوموليتد ديبريشيشن. مديني بقى ايه؟ الاد اندنج الاندنج ويب، وكوست جودز كوستنج 60000، سولد 90000. يعني مديني الكوست اوف جودز سولد. تمام، ما هو مديني بيجيننج اندنج ويب عشان اجيب الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد، وعندي كوست اوف جودز سولد، خلاص الموضوع سهل جدا. يبقى انا اشتريت ماتيريالز، يبقى هقول ايه؟ مش هنكتبها ستور كنترول، هنقول ماتيريال ايه؟ ماتيريال انفنتوري واكونتس بيبل. بعدين الدايركت ماتيريال هتروح ورك ان بروسيس، الاندايركت هتروح فاكتوري اوفر هيد. الاثنين دول ينفع نعملهم في وان انتري بدل ما يتكتب اتنين انتري. برضو بدل ستور كنترول هنكتب ايه؟ تمام، هنكتب ماتيريال انفنتوري. الليبر الدايركت ليبر هيروح على الورك ان بروسيس، الاندايركت ليبر هيروح مانيفاكتشرنج اوفر هيد. ويجز بيبل او بايرول باي. الاذر اوفر هيد عندي الفاكتوري المانيفاكتشرنج اوفر هيد، ينفع اقول كله فاريس بيبل ما عدا الديبريشيشن، هنكتبه اكيوميوليتد ديبريشيشن. ازاي بقى اجيب البضاعه اللي كومبليتد ومانيفاكتشرد وهشيلها من شفتوا نسينا اهم حاجه. ايه هي اهم حاجه؟ ان حضرتك تجمع لي الاندايركت ماتيريال والاندايركت ليبر والاذر اوفر هيد، وتعمل لهم تشارجنج للوركن ايه؟ للوركن بروسيس. فبقول ان تكلفه الوركن بروسيس زادت، ونقفل المانيفاكتشرنج اوفر هيد. طب ازاي اجيب البضاعه ذات ويل بي ترانسفيرد من الوركن بروسيس للفينش جودز؟ يلا تعملها تي اكاونت، او تعملها ايه؟ statement اللي هي beginning current manufacturing cost plus beginning web minus ending web يدي لك cost of goods manufactured. حسبناها، جمعنا ال beginning web وشلنا ال ending web، طلع 68000. بعدين البضاعة اللي اتباعت اللي هي cost of goods sold كانت given، هتتباع يبقى cost of goods sold هي اللي هتزيد، والفينش goods inventory هيقل. بعت البضاعة ب 90000، فسجل account receivable و sales. عندي marketing and administration expenses cash او accounts payable 7000، وده الكلوزنج بتاعنا، مش محتاجين الكلوزنج. تمام، بصوا الشابتر ده هتكتفي مسألة المحاضرة و review problem 1 و review problem و review problem 3، وخلي دكتور محمد شعبان يحلهم معاكوا في المحاضرة. بس ده اللي محتاجينه من الشابتر ده. تمام، يبقى دي محاضرة ايه؟ دي محاضرة لكتشر 10 بارت 1، بنتكلم على الاكاونتنج فور كوست فلو. تمام يا شباب، اشوفكم على خير المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، اللي هي هتبقى لكتشر 10 بارت 2، ونشرح فيها تشابتر 4.